مرحبا بالبنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله اليوم فيديو جديد وصفه جديده. بغيت نشارك معكم الصبه ديال الخضره، غادي نديروها ان شاء الله اليوم للعشاء، وبغيت نشاركها معكم. المكونات ديالها بسيطه، يعني اللي موجود عندكم في الدار كما كيمكن لكم تزيدوا او تنقصوا على حسب نتوما شنو كتاخذوا. المهم انا عندي هنايا القرعه الحمراء، وعندي خيزو، عندي البطاطا، وعندي اللفت والقرعه كورجيت، عندي شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. ممكن تزيدوا اللحم ديال مثلا الدجاج ولا لدان، كيما يعني اللي موجود عندكم اللي بغيتوه. المهم دابا غادي نبداو ان شاء الله نوجدوها. صافي، هنا عندي الطنجره درت فيها شويه ديال الماء، غادي ندير فيها هنايا خيزو والبطاطا. على الكميه درت على حساب، يعني كديروا على حساب الافراد ديال العائله اللي غادي يكفيكم. غادي ندير القرعه، انا راه مجمده عندي كانت في الفريغو، وهنايا اللفت والقرعه كورجيت. ديروا نتوما الكميه اللي غادي تكفيكم على حساب العائله ديالكم. هنا غندير غير شويه ديال البزار حيت عندي البزار قاصح، والملحه كتبقى على حساب الذوق، انا ما غاديش ندير لا زيت لا والو. صافي، دابا غادي نشعل عليها ونخليها طيب حتى طيب ان شاء الله ونتلاقاو باش نطحنوها. صافي البنات، دابا الصبه ديالتنا هي طابت، غادي نطفي عليها وغادي نخليها تبرد ونرجعو باش نطحنوها. خاصها تبرد لنا مزيان حيت غتطحن في مولينكس باش ما تبقاش سخونه. صافي البنات، دابا حنا غادي نبداو نطحنوها. طفينا عليها وخليناها حتى بردت باش ما تحرقش معنا مولينكس. غادي نطحنو غير شويه بشويه. صافي، حنا غادي نكملو بحال هكا، غادي نطحنو غير شويه بشويه وغادي نردوها في الطنجره ونردوها تكمل الطياب ديالها. يلا وانتم معنا ان شاء الله تنكملوا. احنا جاتنا شويه ثقيله، غادي تزيدوا فيها شويه ديال الماء طايب باش تخفف معانا وردوها باش تطيب. دابا زدنا ليها الماء حيت جاتنا ثقيله بزاف، ما يكون طايب من الاحسن. وغادي نخففوها على حسب نتوما اللي بغيتو، يعني كاين اللي كيبغيها شويه ثقيله كاين اللي كيبغيها خفيفه بزاف. صافي، وتردوها طيب مزيان على البوطه. اللي كيبغي يزيد مثلا الزيت ممكن يزيد، واللي ما تيبغيش فالافضل انها ما تكونش تكون بلا زيت، يعني كتجي حسب تيجي المذاق ديالها زوين. صافي، حنا خليناها في هذا القوام هذا. يلا حنا غادي نخلي، صافي يا البنات، هكا كتكون الصوبه ديالتنا وجدات، كتجي خفيفه وكتجي زوينه، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. ممكن تزيدوا فيها الفرماج الا بغيتوا، الفرماج مثلثات، ولا ممكن تزيدوا كما قلت لكم من قبل دجاج او لدان، كفته، يعني كل واحد اللي موجود عنده الشهوه ديالو. المهم كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه ديالتنا وتجربوها، ونقول لكم مع السلامه ان شاء الله حتى الفيديو اخر.